السلام عليكم متتبعي قناة كوثر الزعيم، ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. ان شاء الله اليوم غادي نوجدوا مع بعضياتنا بسطيله بالحوت، كتجي روعه في المذاق، لذيذه بزاف. ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. كونوا اكيدين انها لذيذه لذيذه وكتحمر الوجه قدام الضيوف وقدام الاهل. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش نكتشفوا مقادير تحضير هاد البسطيله والطريقه كذلك. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاج لتحضير هاد البسطيله، عندي هنايا الحوت، تقدروا تختاروا اي نوع من الحوت نتوما كتفضلوا. انا عندي هاد الحوت الابيض، حاولوا تختاروا الحوت اللي ما يكونش فيه نسبه كبيره من الشوك، يكون هكذا هبره باش يجيكم سهل حتى في التنقيه. عندي هنايا خيزو محكوك جزر، عندي هنايا الزيتون مقطع بالعظم، عندي هنايا الفيرميسيل او الشعريه الصينيه او الشعريه الروز، عندي هنايا صلصه الصوجا. صلصه الصوجا كتبقى اختياريه عندك، غادي ديريها ما متواجداش تقدري تستغني عليها. عندي علبه من الفطر او شامبينيون كل معلب، عندي عصير الحامض، غادي نحتاج هنايا عصير ديال الحامض، نحتاج زيت الزيتون. بالنسبه للتوابل او العطريه، عندي هنايا تقريبا ملعقه كبيره من الزبده، عندي كذلك ملعقه من سكنجبير، عندي هنايا الملح والابزار، البابريكا والتحميره او الفلفل الاحمر، عندي هنايا الكمون، عندي الخرقوم البلدي، عندي هنايا الهريسه او الحار كتبقى كذلك اختياريه، عندي هنايا تقريبا ثلاثة ديال الفصوص كبار ديال الثومه محكوكه، عندي هنايا لب ديال الحامض مصير مقطع طرف صغار، غنحتاج كذلك طروفه جد صغيرين، يكونوا صغيورين بزاف مقطعين مقردين من القشره ديال الحامض مصير. عندي هنايا كزبر معدنوس مخلطين مقطعين هكا مقردين، وعندي نصف مكعب من ضماد البنة. صافي، غادي نحتاج كذلك فرماج احمر غادي نحكوه، وطبعا غادي نحتاجو الورقه ديال البسطيله اللي غادي نلفو فيها البسطيله ديالنا. ننتقل الان ان شاء الله لطريقه ديال التحضير. البنات انا خديت هنايا في المقله فوق النار، درت الزبده، غادي نضيف كذلك قليل من الزيت، انا غادي نستعمل هنايا زيت الزيتون، تقدروا تستعملوا زيت المائده او تخلطوهم بجوج. ملي غتبدا تذوب الزبده غادي نضيف خيزو او الجزر، كنضيف علبه من الفطر المعلب او شامبينيون، صفيتو من الماء ديالو طبعا، دابا غادي نبدا نضيف التوابل، ملحه، ابزار، الكمون، الخرقوم البلدي، التحميره، ثومه، قزبر معدنوس، الهريسة،
وضمت البنه وسكينجبير. صافي غادي نبدا نشحر الكل، غنشحر مزيان هاد الخليط هذا. بالنسبه بعد ما تشحر لينا هاد الخليط، دابا غادي نضيف الزيتون دابا غادي نبدا نضيف الحوت. غنستمر في تشحار هاد الحشوة. وانا سنخلط وكنحرك مزيان. غادي نضيف عصير ديال الحامض، عندي هنايا تقريبا نصف حامضه. هذا الحامض حامض صاين، يعني حامض خضر ماشي بصير. البنات هي الحشوة كتشحر، دابا غادي نضيف صلصة الصوجة اللي كتواتى بزاف مع المذاق ديال الحوت. دابا انا هنا خديت الفيرميسيل، قطعتها بالمقص باش ما تبقاش هكذا طويله. الفيرميسيل اللي راني رطبتها في الماء يكون طايب، ومن بعد صفيتها وقطعتها بالمقص وصافي. غادي نضيفها هكذا على الحشوه اللي شحرت ونشحر الكل مع بعضياتهم. البنات انا هنا خديت الطوالي اللي غادي ندخلها للفران، اللي غادي نصايب فيها البسطيله ديالي. حطيت الورقه، استفتها هنايا في الطاوله. كنظن كلشي تيعرف هكا يطوي البسطيله. كل طبقه غادي تحطوها او كل ورقه غادي تحطوها حاولوا تدهنوها بالزيت باش هكذا تبقى البسطيله مقرمشه ملي كطيب. بالنسبه بعد ما تشحرات لينا الحشوه، انا هنايا خديت نصف الكميه ديال الحشوه، خويتها فوق الورقه ديال البسطيله اللي استفتها في الصينيه اللي غادي تدخل للفران. دابا غادي ندير الفرماج احمر، تقدروا تختاروا اي نوع من انواع الفرماج. هنايا خديته محكوك، حكيته. غادي نديرو هنايا كطبقه وسطانيه بحال هكذا، وغناخد النصف الاخر ديال الكميه وغادي نصبو فوق الفرماج. هاي
ونقدو بحال هكذا. صافي البنات، انا هنايا غادي نبدا نغطي البسطيله بالورقه. هنايا تحلات معليش، غادي نعاود ندير ورقه اخرى من الفوق. صافي كنستمر هكذا حتى كنغطي البسطيله ديالي كامله وصافي. كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا كنقاد الورقه مزيان حتى ما كتبقاش كتبان الحشوه. هانتوما البنات كيف كتشوفوا، خديت واحد الخليط اللي هو عباره عن القليل من الزيت وشويه ديال التحميره وخلطتهم ودهنت بهم السطح ديال الورقه الفوقانيه ديال البسطيله. ودابا غادي ناخذ واحد عود ديال الاسنان او الكوردون وغادي نبدا نتك البسطيله ديالي على هذا الشكل هذا باش ما تنفخش وباش ما ترتقش الورقه. وصافي مباشره غادي ندخلها للفران حتى تطيب وتحمر لي الورقه من الفوق ونرجع لكم ان شاء الله في التقديم. هانتوما البنات كيف كتشوفوا البسطينه ديالنا واجده، كتجي هائله في المذاق، زوينه بزاف، رائعه وصحيه كذلك. انا هنايا رافقتها بسلطه مشكله ان شاء الله ينال الفيديو الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو الا عجبكم اكيد. الناس الجداد مرحبا بكم في القناه، كنرحب بكم. ما تنساوش الاشتراك بالضغط على الزر الاحمر الموجود تحت الفيديو، فعلوا الجرس باش هكذا يوصلكم اي جديد في القناه. السلام عليكم، حتى فيديو جاي ان شاء الله.